محاولات للوساطة بين جماعة الإخوان المسلمين وباقي التيارات السياسية والشعبية لإنهاء الأزمة، وتصحيح من نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعي في حوار بالأمس: أنا لم أقل خروجا آمنا لدكتور محمد مرسي ولقيادات الإخوان المسلمين، ولكن قلت خروج إذا لم يكن عليهم ملاحقات قضائية. ما زلنا بنناقش مع حضراتكم هذه الأزمة السياسية الموجودة في مصر في هذا الوقت، هل يصح إعطاء أي نوع من أنواع الخروج الآمن لجماعة الإخوان المسلمين، وهل يتطابق ذلك مع قواعد وتعاليم القانون المصري، وهل جماعة الإخوان المسلمين في الفترة القادمة هي أصلا قابلة للاندماج مرة أخرى في المجتمع المصري؟ يشرفنا في هذه الوقفة التحليلية سيادة المستشار أمير رمزي القاضي بمحكمة الجنايات. أهلا وسهلا سيادة المستشار. وبشرفنا كمان دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أهلا دكتور سعيد. دكتور سعيد، اسمح لي أن احنا نبدأ بفكرة الاندماج. هل جماعة الإخوان المسلمين بالشكل التكويني اللي هي موجودة فيه قابلة للاندماج مرة أخرى في المجتمع؟ شوف، الجماعة دي طلعت سنة 28 وكانت جزء من محاولة ضرب الحركة الوطنية المصرية، زي ما طلعت حركة حماس لضرب حركة فتح. علاقتها قوية بأجهزة المخابرات العالمية بدول عديدة، هي تنظيم فريد من نوعه في العالم لأنه متواجد في أكثر من 60 دولة، بيأثر على العديد من التنظيمات اللي بتتبع فكره. يعني مثلا حركة حماس بتكتب في دستورها أنها فرع من فروع الإخوان، فمفيش حزب في مصر ممكن تقول إن هو عنده نفس هذه القدرة أو هذا النفوذ. الحزب الديمقراطي أو الجمهوري في أمريكا ملوش تواجد في 60 دولة في العالم، فطبعا أنت بتكلم على حاجة يعني فريدة في العالم، ما هيش بنفس الطريقة. هي واجهت لما طلعت كانت لها أفكار معينة الآن لا تناسب القرن 21. يعني من ضمن مثلا التأثر بالفكر الشيعي، فكرة التقية سماها حسن البنا الإيهام، فهم يتقبض على واحد يقول لك أنا مش إخوان، أنا مش عارف إيه، يقول حاجة ويعمل عكسها. هي حزب سياسي بحت بشعارات دينية، بيعتمد على قاعدة اجتماعية بتنتشر فيها الفقر والجهل الثقافي، بيتم تعبئتهم، هم الجنود اللي بيتم ارسالهم للحروب والمعارك والاشتباكات، فعشان كده ما تلاقيش القيادات او اولادها في اي مشاكل، لما تلاقي الضحايا والشهداء ومن هذه انبسطاء الجماعة. بالظبط. تغيير يعني احنا لما عملنا الثورة سنة 25 يناير 2011 دخلنا بنفس القوى السياسية القديمة اللي كانت طلعت في القرن العشرين. انت محتاجة قوى سياسية جديدة، احزاب جديدة، افكار جديدة. هم لسه بافكارهم، وهم اللي ورطوا الرئيس مرسي في الكارثة. كان هو وجهة، هو ما كانش بيحكم مصر، كان هو وجهة لمكتب الارشاد. مكتب الارشاد اللي جاب الكارثة للاخوان هو نفسه اللي بيدير الازمة حاليا. علشان تغير ويحصل اندماج لازم مكتب الارشاد يمشي، لازم الشباب يطلع، لازم الافكار الجديدة تدخل، بحيث ان الافكار القديمة يتم طردها ويبقى حركة تركز مثلا على التنمية. هل حضرتك شفت مثلا مليونية بيدعو ليها مليونية النظافة من الايمان، او من عمل منكم عمل فليتقنه؟ هنا يبقى عملت استغلت الدين للتنمية، انما للأسف انت عندك ثقافة دينية مسمومة بيتم استخدامها للتحريض الطائفي، للحرب على المؤسسات الدولة، لهدم الدولة، لعلاقات دولية وتبريرها بأي بفكرة الإيهام وما شابه. سيادة المستشار، احد وسائل الاندماج اللي ابتدينا نسمعها في وسائل الإعلام هي الخروج الآمن لعدد من جماعة الإخوان المسلمين، ما بين تأكيد من عدد من المسؤولين ونفي سريع لمسؤولين آخرين والإشادة بالقانون المصري وبالقضاء المصري، وأن احنا ما نقدرش نتخطى دور القضاء في محاسبة من ارتكبوا الجرائم. هل هناك في القانون المصري ما يمكن تسميته بالخروج الآمن لقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتورطة في ارتكاب جرائم؟ احنا دلوقتي بنتكلم في دولة القانون، ما نقدرش نرجع تاني الى الخلف ونقدر نعيش تاني في زمن الإخوان المسلمين اللي ما كانوش بيحترموا فيه القانون ولا يحترموا فيه أحكام القضاء، وكانوا بيصنعوا قانون خاص بهم ونظام خاص بهم بيتحدوا بيه أحكام القضاء والمحاكم والقانون والشرطة وكل شيء. ما نقدرش النهارده نرجع للخلف ونرجع الناس تاني ونقول لهم ان احنا هنعيش في عصر الفوضى مره اخرى. فعشان كده
هو طريق من الاثنين. الشعب اختار ان هو يعني انا يعني التفويض الاخير اللي حصل للفريق السيسي كان اعلان في الحرب على الارهاب والاعلان في الحرب على الفوضى. فانا في اعتقادي ان ده اختيار الشعب، وده طبعا الاختيار المنطقي والديمقراطي والفكر السليم، بان احنا نعود لدولة القانون. ما فيش حاجة اسمها عندنا خروج امن، عندنا في حاجة اسمها قانون. طالما ان في حاجة اسمها قانون، طبعا كم كبير جدا من الافعال اللي بترتكب دلوقتي بتخضع لقانون العقوبات وبتواجه فيها احكام بتصل الى الاعدام. يعني النهارده لما نلاقي في تحريض على القتل، تحريض صريح، لما نلاقي مثلا البلتاجي وهو طالع في التلفزيون بيقول ان في التو واللحظة بمجرد ما ان الرئيس مرسي يعود الى مكانه ستقف افعال القتل ضد الجنود المصريين او ضد الجيش في سيناء. طب يبقى معناها كده مشاركة في الارهاب وتحريض على القتل. ده اعتراف بالنسبة لنا احنا في القضاء، ده اعتراف. لما تيجي تلاقي الرئيس مرسي في خطابه الاخير والقبل الاخير وهو بيحارب تحريض واضح جدا، وهو بيعتبر ان هو اللي ذكي واحنا اللي مش فاهمين، تمام، كل ده تحريض على القتل، دي جريمة تحريض على القتل، عقوبتها بتصل الى الاعدام. فلما تلاقي اطفال موجودين النهاردة في ميدان رابع العدوية وبيتم استخدامهم بطريقة باخرى، ده تحريض النهاردة، انك انت مش بس تحريض، انت النهاردة بتعرض حياة الاطفال للخطر. شايلين كفن وخارجين في مظاهرات كاتبين على نفسهم مشروع شهيد، وهم اطفال اقل من 10 سنوات، استغلال الاطفال في اعمال سياسية. ولما تلاقي كمان محكمة جناح الاسماعيلية لما تحقق دعوة اتحققت لمدة 6 شهور تقريبا، وتنتهي هذه الدعوة الى توابط قيادات جماعة الاخوان المسلمين اللي منهم البلتاجي وصفوت حجازي وطبعا محمد مرسي والمجموعة دي كلها، وتيجي في الاخر تقول لي بعد الكلام ده كله خروج امن؟ يعني ايه الكلام ده؟ يبقى معناه انك انت لا بتحترم قانون، لا بتحترم قضاء، لا بتحترم احكام محكمه. كل الكلام اللي حضرتك بتقوله يعني مش انت يعني، لكن اللي هو بيقال دلوقتي في المجتمع او بيطرح للمجتمع، يا جماعه ما فيش حاجه اسمها مصالحه مع ارهاب. ما ينفعش، ما ينفعش النهارده مثلا امريكا تتدخل وتقول اوقفوا القانون المصري عن العمل ووقفوا احكام القضاء عن العمل وتحقيقات النيابه الى حين ان احنا تنفذ كلمتنا. فين الهيبة الدولة؟ وفين هنا هيبة الحكام؟ فإحنا النهاردة أنا في اعتقادي أنه لا طريق إلا طريق القانون، دولة القانون واحترام القضاء وأحكام القضاء. كل ده طريق وحيد ملوش زي، ملوش مثيل، ملوش أنك أنت ممكن تلف وتدور حواليه أو تستخدم السياسة معاه. وأنا بنصح الحكومة الحالية وبنصح الحكام الحاليين مهما كان بقى، رئيس الدولة طبعا ده راجل قاضي، نائب رئيس الدولة والدكتور البرادعي وكل ما شبه، ما فيش حاجة اسمها انك انت تتكلم بلغة الخروج الامن. لانك انت هنا اذا اتكلمت بهذه اللغة انت اسأت الى نفسك اولا، اسأت الى مصر ثانيا، اسأت الى نظام الحاكم والى هيبة الدولة والى دولة القانون، واسأت الى الشعب والثورة. يعني مش ممكن ان احد من هؤلاء القيادات اللي بيجري ضدهم تحقيقات في النيابة العامة ويثبت ان هم ارتكبوا جرم ان يصدر بصدد وعفو رئاسي مثلا؟ ما هو ده اللي كان بيستخدمه محمد مرسي، ومحمد مرسي طلع 500 وحاجه ارهابي، تمام، خرجهم بره السجون، وتم الاستخدام برضه في وقت المجلس العسكري وطلعوا ارهابيين من السجون بحجه انهم عايزين يصالحوا الاسلاميين علشان يهدوا، الكلام ده ما ينفعش، وهو ده اللي وطر الامور وبوظ السياسه وخلانا النهارده بنعيش عصر الفوضى، ده نتيجه الاعتداء على دوله القانون. الدكتور عندنا مشاهد مؤسفة أشار إليها سيادة المستشار سريعا، وهي مشاهد استخدام أطفال في المظاهرات، استخدام سيدات كدروع واقية حوالين مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين. إيه سبب سلوك جماعة الإخوان المسلمين لهذا السلوك العجيب؟ طبعا هي موضوع إعلامي، موجود أكثر من 200 مراسل أجنبي داخل رابعستان ونهضستان، فطبعا هم عايزين يطلعوا على سميتهم رابعستان ونهضستان، ما هو لأنه طيار واحد بس اللي موجود، ما فيش طيارات تانية غيرهم. التواجد ده طبعا عايزين يظهروا العالم أن ده اعتصام سلمي مش اعتصام عنيف، ما فيش فيها حاجة، شوف احنا عندنا أطفال وعندنا نساء. فطبعا هي هدف اعلامي واضح جدا، بس خابت منهم قوي ان طفل يطلع شايل الكفن بتاعه. طب انا كده يعني الهدف الاعلامي بتاعي باظ، هو انا عملت كل حاجه ضده. شوف الاعلام الخارجي هم اقوياء فيه، مش لان هم عندهم يعني كادرات، انما لان في قرار سياسي من بره
دعم الإخوان، لأن التنازل أو التخلي عن الإخوان حاليا في مصر معناها بيدي رسالة سيئة جدا لكل الذي يعمل مع الأجهزة الدولية انك ممكن تتخلى عنهم. فطبعا عشان كده شفت كمية الوساطات الرهيبة اللي جاية مصر والحج اللي بيأتي الى مصر وكله بيطلب، الهدف الوحيد هو اشراك الجماعة في العملية السياسية وانقاذ التنظيم. يعني هم مش مهتمين برئيس موسى، هم مهتمين بالتنظيم يظل لانه ده كان بيساعدهم لفترات طويلة. افتكر ان حتى سنة 54 الوثائق البريطانية بتكلم ان انتوني ايدن لما حب يقتل عبد الناصر اتصلوا بالام اي 6 اتصلت بالجهاز السري للاخوان يقوم بالعملية. فطبعا العلاقات القوية دي القديمة موجودة، واللي اي حد يدخل على جوجل ويدور على القصة دي هيلاقيها بدوكيومنتس مظبوطة. فطبعا هم علاقتهم كده. البروباجندا اللي بيعملوها طبعا هدفها ان يفهم الغرب ان ما حدش نحن ناس سلميين، ما فيش اسلحة، ما فيش ناس مطلوبين داخل هذه الاعتصامات، فيبقى في تعاطف حتى بغض النظر هل ده حقيقي ولا لا. المهم انه يعمل الجو. خلي بالك القارئ الاجنبي مش كله يعني مدقق، يعني مجرد انك تعطي له صوره اطفال وستات وبتاع خلاص ده اعتصام سلمي. وده ايه ده حصل ايه في مصر؟ ده انقلاب عسكري. ما بيفهمش ان في فرق بين الانقلاب الكلاسيكي اللي في امريكا اللاتينيه وفي افريقيا واللي حصل في مصر، تفويض شعبي وانذارات والعسكر ما حكموش، يعني مختلف تماما. الحكومات اعترفت بهذا، انما لسه في بعض الناس مش فاهمه وبيعتقدوا انه حاجه عاديه، خاصه بان الصور اللي بتطلع دي اطفال وستات، فطبعا هو بيستغل اللعبه دي. بس دكتور سعيد، التصرفات اللي جماعه الاخوان المسلمين بتعملها من استغلال اطفال، ينزلوا اطفال عندهم اقل من 10 سنين في الشارع شايلين كفنهم، هذا النوع من الاستغلال بيزيد من الغضب اللي موجود عليهم عند الناس، مش بيقلل هذا الغضب. فبيصعب فرصة اندماجهم مرة أخرى كمصريين وسط النشاطات الطبيعية في الحياة المصرية. أنا بيصعب عليها الأطفال، لأن تخيل مثلا طفل من 6 7 سنين عايز يلعب، فجأة تحطه في حتة زحمة جدا في حر زي ما أنت حضرتك شايف، ما فيش لعب ولا حاجة، والناس قاعدة تصرخ شايف مش فاهم بيقولوا إيه حتى، وقاعدين يستغلوه يعمل غني وبتاع. فطبعا جو خانق وجو غير صحي، ولا يعني لا ما فيش اهل يهتموا باطفالهم يعملوا معاهم كده. يعني حتى لو كان اي قضيه مش هنزل اطفالي بالمنظر او اعرضهم للخطر ان يبقى في ممكن اشتباكات، يحصل حاجه، يحصل عاهه للطفل بتاعي. يعني برضك انا مش قادر اتفاهم هو كاب او ام ازاي يعملوا كده في اولادهم. سيادة المستشار، ايه الموقف القانوني من استغلال الاطفال في مظاهرات الاخوان المسلمين بهذا الشكل؟ انا عايز اقول قبل الموقف القانوني، المشهد اللي قدامنا ده، يعني هل النهارده الاطفال اللي شايلين كفن هم فاهمين ايه؟ هم فاهمين هم بيعملوا ايه؟ يعني انا اتوقع ان والديهم جم قالوا لهم، وسمعت على فكره ان هو دار ايتام وجابوه في الميدان وقالوا لهم اعملوا كده وهنديكوا حاجات، يعني حلويات لعب او الكلام ده. طبعا دول بيسموها تشيلدرن ابيوز. يعني انت النهارده علشان توصل المرحلة ديت بالصورة ديت، على فكرة هم الناس دول بيشتغلوا ضد نفسهم من زمان. يعني من زمان وبيعملوا كل حاجة ضد نفسهم. فعارف لما ما بيبقاش معاهم ربنا فبتلاقيهم هم ضد أنفسهم. فعايز أقول لحضرتك إن يعني في قول كده جميل يقول لك إيه، إنسان في سلطة ولا يفهم كالبهيمة التي تباد، بيتصرف بفكر الحيوان. اللي بيحصل النهارده من التعاملات القانونيه طبعا في موقف زي ده، انت بتعرض حياه هؤلاء الاطفال للخطر، خاصه انك انت تعلم بان في مده محدده وضعتها الحكومه وقالت لك ان احنا هنقتحم المكان او هنفضل الاعتصام يعني المفروض ان هو بطريقه سلميه، ولكن هم لديهم اسلحه وده ليس بطريقه سلميه. فوضع الاطفال في هذا المكان وفي هذا الوقت بهذه الصوره، انت النهارده بتعرض حياه الاطفال للخطر. تعريض حياه الاطفال للخطر بهذه الصوره بان هم ممكن يتعرضوا للقتل او طبعا للوفاه باي صوره، انت هنا بتقع في جريمه جنائيه بيعاقب عليها القانون بتصل ل 15 سنه واكثر من ذلك كمان. فطبعا على حسب ظروف الجريمه ايه اللي بيحصل، ده بيعاقب عليه القانون، بيعاقب عليه طبعا قانون العقوبات وقانون الطفل، لكن في اكبر من كده انك انت بتهين نفسك عالميا. انا عايز اقول لحضرتك ان جماعه الاخوان المسلمين حاجه غريبه جدا بيصنعوا دلوقتي انتحار سياسي، هم بينتحروا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا كمان، لان هو بيستنزفوا
الفلوس اللي ملهاش اخر اللي عندهم ديت. فعايز اقول لحضرتك ان لما الصوره تبقى واصله للمرحله ديت بالانتحار السياسي اللي انت فيه خلاص، يا اما مرسي يا اما نموت كلنا. ف يعني هم عاملينها معركتهم الاخيره، هي معركتهم الاخيره اللي ما عندهمش امل، يعني ما عندهمش اي حاجه ثانيه، يا الاخوان المسلمين كلها ومعاهم مرسي يا اما الاخوان المسلمين كلها تنتهي. فطبعا جريمه صعبه جدا. وهل في دور للحكومه المفروض تعمله في الايام دي للحفاظ على وحمايه الاطفال اللي موجودين في الاعتصام؟ لا، هو اللي اكبر كمان من الاطفال حمايه المجتمع كله. انت النهارده خد بالك ان جماعه الاخوان المسلمين يا جماعه ديت مش مجرد قيادات اخوانيه وحزب الحريه والعداله ومحمد مرسي والمجموعه، لا، جماعه الاخوان المسلمين قدمت ثقافه فاسده في المجتمع. الثقافه الفاسده ديت هي ثقافه اضطهاد، ثقافه فساد، ثقافه جهل، استخدام جهل الناس وبساطتهم، كل الامور اللي زي كده من ضمنها طبعا استخدام بساطه الاطفال. فكل اللي حصل ده، لا، احنا يجب علينا بقى كحكومه انك انت تمارس دلوقتي او تقدم التوعيه الصحيحه للناس عن طريق الاعلام، عن طريق برنامج زي حضرتك، عن طريق التلفزيون المصري، الراديو، الكلام ده كله، ده جانب تقدمه من خلال المدارس للاطفال وللطلبه والكلام ده كله. فشوف حضرتك في ادوات كثيره جدا على الحكومه يجب انها تستخدمها. لكن بالنسبه للاعتصام الحالي، انا شايف ان جزئيه الاطفال ده جزء لا يتجزا من هذه المنظومه الاجراميه اللي بتحتل دلوقتي ربع العدويه، والحكومه يجب انها تتعامل معاها بصراحه، يعني بشده، مش ما احبش انا، لان لا سلميه مع الارهاب ولا مصالحه مع الارهاب، لكن مش بقصد انها تدخل وتقتل، لكن بقصد الحزم ضد المجرمين دايما هو اللي بيرهب المجرمين. السياسه لا ترهب مجرم ابدا. دكتور سعيد، فكره فض الاعتصام اللي الحكومه اتكلمت عليها وسيادة المستشار اشار اليها دلوقتي، في مخاوف من فض الاعتصام، مخافه ان يكون هناك ضحايا كثر، مخافه ان هي تؤدي الى انشقاق اكبر في المجتمع المصري، واحنا عايشين حاله من نوع عدم وجود سلم في المجتمع. لو اتكلمنا ان جزء من هذا المجتمع وجماعة الاخوان المسلمين عندهم احساس دلوقتي بان هي معركتهم الاخيرة، وان احنا في معركة امام الجميع، والجميع هنا هم كل المصريين اللي موجودين في مصر، ازاي نقدر نستعيد نوع من انواع التناغم المجتمعي في وسط هذه الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها؟ شوف، هي طبعا حرب نفسية بيشنها الاخوان، بيقول لك انك لو مش هتبقى فضيت الاعتصامات هيحصل كذا، دي حرب زي ما لك قالوا بعض الناس حكاية هنقعد 10 سنين على الاقل ومحدش يقدر يشيلنا، ويعني قصص ديت. الاعتصام هو احد ادوات التفاوض، وهو احد الادوات اللي بتخلي المبعوثين الاجانب اللي بيجوا مصر طبعا بيبتدوا يتفاوضوا على اساس ان في تواجد للاخوان في هذه التجمعات، فهي ادوات للتفاوض السياسي. هنا بقى ايه لازم تقرر، هل انت لما بتعمل تعديل للدستور هل انت عايز احزاب على اساس ديني ولا لا؟ هل نعمل استفتاء للشعب هل تريدون احزاب على اساس ديني ولا ترفضوها؟ خلي بالك ان الاسلام السياسي ده بزنس ضخم جدا في العالم، دعمته اجهزه وحكومات خارجيه، في فضائيات بتدعمه، في اكاديميين بيدعموه، في بزنس اقتصادي قوي، بنوك، بزنس قوي جدا. فالموضوع يعني مش مساله الاخوان، لا، ده فيه وجهات اقتصاديه واجهزه مخابرات ضخمه. وده اللي بيفهمك ليه بيهتموا برئيس مرسي ما اهتموش برئيس مبارك اللي قعد 30 سنه في الحكم. طريقه فض هذا الاعتصام، انا ما عنديش مشكله اي اعتصام سلمي، اعمل اعتصام للابد لو انت عايز، يعني في بيت الابيض متحوط اعتصامات بقالها ضد الاسلحه النوويه وضد الحرب ما اعرفش ايه، بس بتبقى خيمه صغيره كده، خلاص، متر في 2 متر، أيوة، على الرصيف وخلاص. هنا طبعا وضع مختلف. هنا اولا هنا مدينه رابعه عدويه. ليه؟ لما تبقى عايز تسيطر على حكومه او على بلد لازم يبقى في ايدك 3 ادوات، الاعلام، العاصمة، الأجهزة الأمنية والعسكرية. الأجهزة الأمنية والعسكرية مش في إيدهم، الإعلام ما هوش في إيدهم، عشان كده حاصر مدينة الإنتاج الإعلامي. اللي قدام دلوقتي العاصمة ما هوش مسيطر عليها، لكن يقدر يعمل يعطل، أعتقد إن هو لما يستولي على مكانين يقدر يعطل ويعيق الحياة في العاصمة ويعمل لك قلق طول الوقت.
فهو بيستغلهم الى هذا الحد، يجذب اعلام اولا ويثبت انه متواجد انه ما انتهاش، انما حركه الاسلام السياسي الضربة بالضربة قاتله. المسيرات اللي بنشوفها كل يوم توقف الطريق، يعني اول امبارح في ميدان الالف مسكن، النهارده قطعوا صلاح سالم، صلاح سالم ذات نفسه قطعوه لمده 3 ساعات، يعني وقفوا البلد كلها. هل المسيرات دي مسيرات واعيه بتتجه الى اماكن مختاره علشان زي ما حضرتك قلت كده يعملوا نوع من انواع عدم الاستقرار في العاصمه؟ بالظبط، لان خلي بالك في اموال موجوده، واحنا طبعا ما حدش شاف لحد دلوقتي اموال الاخوان دي بتيجي منين، هل بتيجي من دول عربيه ولا منظمات اجنبيه مش عارفينها، لان طبعا الموضوع ده كل ده تمويل، يعني خلي بالك انك انت لو عرفت تقفل موضوع التمويل هتخف هذه الاعتصامات وهذه المسيرات. دكتور سعيد ياسات المستشار اتكلم على احزاب اسلاميه، وهل من الممكن استفتاء الشعب على وجود هذه الاحزاب الاسلاميه او الاحزاب ذات المرجعيه الدينيه في الدستور الجاي؟ حضرتك رجل قانون، تابعت التعديلات اللي حصلت في الدساتير المصريه بعد ثوره 25 يناير، واحب اسمع راي حضرتك في هذا الشان. هل من المفروض ان احنا نستفتي الناس على فكره وجود احزاب ذات مرجعية دينية، أم يجب نزع هذه المادة والنص في الدستور القادم على أنه ما يكونش في أحزاب بهذه المرجعية؟ الاستفتاء تم خلاص، لأن إحنا النهاردة في ثورة 30 يونيو لما الملايين دي نزلت ادت رأيها وصوتها فعلا في الأحزاب الدينية وفي التيار الإسلامي السياسي وفي جماعة الإخوان المسلمين، يعني كل الفكر ده. يعني أنا شخصيا بصفتي إن أنا قاضي فكنت بحضر وبمسك رئاسة لجان فرعية في الانتخابات، كنت بشوف بعض يعني الناس البسطة، مش هقول لك بقى اللي هم المتعلمين ولا الدبلومات ولا ناس بسيطة جدا، يجوا يقولوا لي إيه يا بيه إحنا عايزين نعلم على أي حد بس ما يبقاش بدقن. طبعا أنا مش بعلم لهم، بس إيه يقولوا لي كده، أقول لهم طيب يعني شوفوا أنتوا عايزين تعلموا على أنهي مرشح بالظبط وادخل تاني وأسلمك الورقة. يعني إيه؟ هو عنده دلوقتي بقى عنده عقيدة ان هو مش عايز دول، رغم ان العقيدة كانت مختلفة من 3 أو 4 سنوات. يعني العقيدة كانت مختلفة تماما. فانا بقول لحضرتك وثبت وتأكد ده في 30 يونيو وما بعدها. فاحنا النهاردة بقى عندنا فعلا استفتاء على كده، ما ينفعش ابدا يبقى في اي حزب سياسي بمرجعية دينية، سواء مسيحية اسلامية اي مرجعية دينية لاي سبب. ليه؟ لان الحزب السياسي ده بيخدم الوطن، ما ينفعش تخدم الوطن بفكر ديني. الكلام ده غلط، وكل الافكار دي مغلوطه. اي تداخل ما بين الدين والسياسه كلاهما يفسد الاخر. ما ينفعش ابدا ان انا اجي استخدم الدين واقول للناس انتخب فلان نصره للاسلام، كلام غلط. ليه؟ طب انت النهارده جبت فلان واساء في مكان، يبقى انت كده اسات لدينك. فعشان كده هذا الفكر المقدم طبعا من ايام حسن البنا لغايه النهارده ده فكر خاطئ ومغلوط، وكان يجب على الدولة ان هي على طول على مدار عشرات السنوات اللي فاتت لا تستخدم هذا الفكر سياسيا، لكن ان هي تحاربه وتكون حازمة جدا في التعامل معه. لان احنا في الاول وفي الاخر انا اللي يهمني ان يبقى عندي مجتمع متعلم هو اللي يحكم نفسه، مش ان انا افضل استخدم كارت السياسة والدين بلغة واخرى. يعني عندنا حسني مبارك استخدم كارت السياسة مع الاخوان المسلمين ومع السلفيين ومع المسيحيين، وكان بيستخدم الكارت ده من خلال امن الدوله ومن خلال اجهزه كتير جدا علشان خاطر يقدر ان هو يستمر، علشان وصل في مرحله في الاخر قال لك ايه؟ يا انا يا الفوضى. وقدر ان من خلال كده، وهو لما سقط فعلا جماعه الاخوان هي اللي طلعت وحكمت وهكذا. فهذا الفكر فكر مرفوض تماما، وانا في اعتقادي ان الدستور القادم سيواجهه بعنف، يعني مش هيكون موجود كنص دستوري، كنص دستوري ولا حتى اي مرجعيه دينيه. وانا اعتقد ايضا ان الدستور الحالي اللي هو بيعد دلوقتي اللي هم هيسيسوا فيه السلفيين، انت عارف الاعلان الدستوري اللي صدر، يعني صدر فيه حته كده الماده الاولى كانوا بيسيسوا فيها السلفيين، عايزين يقولوا للسلفيين تعالوا معانا تحت بطنا، يعني اللي هي الماده الاولى ديت. فطبعا الكلام ده كلام مرفوض تماما، وانا في اعتقادي ان الفتره القادمه هتكون فتره فتره ليبراليه واضحه، مش هيكون فيها اي من التدخلات التيارات الاخرى ديت باي صوره من الصور. يعني يا سياده المستشار بشكر حضرتك شكرا جزيلا على رايك. المستشار امير رمزي القاضي بمحكمه الجنايات، كما اشكر دكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعه الامريكيه بالقاهره.
مشاهدينا تنتهي هذه الجولة الإخبارية أو الوقفة الإخبارية الأولى، ولكن تستمر الجولات الإخبارية على CBC Plus 2 حتى الساعة 5 مساء. ولكن أستأذنكم أنا في الانصراف، كنت معكم علي البهنساوي، أترككم في أمان الله.